مشيت خديت شي مخدرات باش ناكلهم، كليت منهم خبيت منهم هنايا. ديزي البوليس لقاوني مناقشه مع راجلي، وقفوا باش يتدخلوا بيناتنا. انا اثروا فيا دوك المخدرات، ما بقيتش عارفه شنو كندير، وليت غير كنغوت. ملي شافوني البوليس في ديك الحاله ما بغاوش يخلوني، خافوني ندير شي حاجه ولا ندير شي جريمه، ولا ما عرفتش راه القرقوبي يقدر يؤدي لاي حاجه. لا كنت عاطالي شحال هادي، وقطعته مده. مني قطعته وكليته داك النار اثر فيا. مني دازوا البوليس دخلوا بيناتنا، بنت لهم ما بغيتش نعال الشيطان وما يديوني انا وراجلي. داوني بيتوني 48 بحال جاني الوحام على راجلي، وانا ما عارفاش راسي رانا كنت وحام. صافي داونا هبطونا باش نباتوا 48 ساعه. راك عارف البوليس ملي كيشدوك وكيبغيو يبيتوك لابد ما كيقلبوك. جابوا بوليسيات قلبني قلباتني، بقات عندي المخدرات. اش لقات عندك؟ بقات عندي 5 حبات ديال القرقوبي. صافي ملي لقات عندي هذوك 5 حبات قلت لها طلبتها، قالت لي سمحي لي خدمتي كنديرها القانون هذا. صافي عيطت للشاف قالت لي انت شوش لقينا عدا، قال لي او تي جايبينك تباتيها 48 ساعه وتخرجي وليتي. قلت لي راه خديتهم باش ناكلهم، راه كليت منهم ودرت هادشي في صدري. مني ضربت مع راجلي وقفت ولقيته عندي. صافي هبطوني نبات، ما قريتش الدوسي حتى عند الوكيل. عرفت راسي عندي تجاره في المخدرات. تصدمت قلت اواه عمرني ما مشيتش اخويا بالتجاره، وعمرني بعت شي حاجه اخويا. كانت فيا باليو وخرجت وصرحت بها في شوف تي في شحال هادي. كانت فيا باليو ديال السارقه اللي خرجت لها على دارنا على قبل المعاناه ديال دارنا. واش الاسباب اللي خلاتك انك تخرجي السارقه وتخرجي التعاطي ديال المخدرات؟ هي الفقر، كنت عايشه مع دارنا ما عدتهمش، وباك دار بالحبس، دار بعشرين عام ديال الحبس. باك انا بزناس شحال هادي معروفه بزناس، ضرب الحبس مني عيا مبقاش كي بزناس ريح الله. ما كاينش اللي غيصرف لا على خوتي. والام تا ماما ما مرش بابا، ماشي ماما ميته، ماما خلاش ما عشتش معاه. السبب اللي خلاتك انك تخرجي الحشمه ما لقيتش الحنان ديال امي، وبا تا هو ما عندوش فهمتي، والخوت خاصهم ياكلوا ويشربوا. كتبان لي الوضعيه فهمتي، ما واكلين ما شاربين ما ضاحكين بحال الناس. ضحيتي من اجل خوتك وخرجتي للحرام كما تيقولوا؟ مشيت للحرام اخويا. وليت السارقه بالنشل ولا شنو السارقه؟ كنت كندير السارقه بالنشل، دوزت على الحبس. اول موتيف عندي السارقه بالنشل، كنت كنجيب الفلوس كناكلهم انا وخوتي ودارنا. صافي واحد النهار تشديت ضربت الحبس اول مره، دخلت بحال داخل لشي كوكب فهمتي. صافي بدات الحياه ديالي عاد ما زادت تكرفسات وضاعت ملي مشيت لذاك القنت. انت شابه وانا شابه باقا صغيره، ديك الساعه باقا ما مزوجه ما والو، محرومه من حنان الام اللي ما شتيهاش. زادت الام وانت في عمرك 25، مات الام وانت في عمرك 25 يوم. الاب مقعد لان تا هو دوز الحبس، وداك الحبس اثر عليه خلاه انه يشد الفريق. ضحيتي ما لقيتيش الخدمه وانت باقا صغيره، وفي غتخدمي وانت عندك 10 سنين. خرجت للسارق. مني مشيت للحبس على السارقه، خرجت من هذاك المونتيف ديال السارقه، تلاقيت مع واحد الدري ولد الناس اللي هو راجلي اللي مزوجه به دابا، ولد دربنا. تعاشرنا مع بعضياتنا، تصاحبنا واحد المده، ادينا للحمل، زاد عندي وليد معاه. من حملت معاه ولينا كنفكروا في الزواج. ناض هو قال لي شوفي راه دارنا ما يبغونيش نتزوج بك، الا بقيتي كتشفري وهادي حيدي من السارقه، واجي نبيعوا الكارو ونتوكلوا على الله اللي دبرنا فيها ناكلوها بيناتنا. مشيت في طريقة الحلال، تزوج. ندمت عليه بزاف هاد المنتج في الاخر. دوزت فيه 8 شهور، عطاني عام وثلاث شهور ودز السيناف. حصلوك عندك الحيازه ولكن باطل، واخا الحيازه ولكن غادا فهمتي ما دايره والو. بالاستهلاك حنا كنعرفوا الاستهلاك كيباتوا عليه 48 ساعه وكيخرجوا. انا مكتبه لي الله،
قسم عليا سيدي ربي ما عرفتش اش لقات عليا. لك 8 شهور في الحبس، وكيفاش هي حياه السجينه داخل الحبس؟ المراه ماشي غادي معاناه بزاف، خاصك تكون ديب باش تعيش مع الدياب، حقاش الحبس خايب بزاف، ما نبغي حتى شي واحد والله يطلق سراح اي واحد مسجون. كيفاش نسيت الحبس وثلاثه الوليدات على برا؟ قاصحه بزاف، هذه هي اللي اثرت فيا ودخلتني في اكتئاب، وما بقيت لا كناكل لا كنشرب، وانا حامله كنفكر غير في بنتي ملاك واسلام وفي الدار، كنقول كره هادي كره اكثر. يمكن كندوي مع بنتي وكتقول لي راه بابا خدام وانا راه في الدار بوحدي، تنبقى نفكر تنقول الله يستر الدريا باقا صغيره دير اي حاجه. بقيت كنالم في ضميري وكنلوم ضميري، حقاش انا اللي انا السبب، انا غلطت اخوتي المغاربه. ماشي ما غلطتش، واي واحد كيغلط. ديك 8 شهور دازت ب 8 سنين كما تنقولوا ب 8 سنين، بالفعل دازت ب 8 سنين، حقاش كل نهار كيدوز عندي بعام، وانا كنفكر وانا مكتئبه ومريضه، كل نهار كيدوز عندي بعام. وابار هادشي حقاش اي واحد راه فرخ الا شديتي وسديتي عليه في شي قفز، كي تا هو كيجي واحد النهار كيبغي يخرج. في الاعياد انت لداخل ولادك على برا معيدين، كيفاش كيكون؟ هوي النهار عيد كبير ما كليتش، ها كنبكي، وخا الدريات اللي جابت شي حاجه كتذوقني حقاش عارفيني حامله، ولكن انا كنفكر اكثر يمني عيط لقيتهم مشاوين ما والو، دابحين حتى الجوج وناص، والحول يبقى في الثلاجه تلاح اخسر، حقاش الدريه صغيره ما عرفتش طفات الثلاجه في دار امي، مع عيدنا لتحت ما عيدوش هنا، عيدو مع خوتي. ورساتك الدريات اللي خرجوا الطريق بالعربيه؟ اللي كيخرجوا الطريق كنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، جمعوا راسكم وديروا عقالكم، تبعوا هضره والديكم، الطريق راه منا والو، راه تشوفيت هذا الشيء شي كامل كدوزوه في حياتكم، وبزاف ديال الحوايج، الطرياح مع الدراري وتكمي والدورو والقهاوي، هادشي راه والو، غيجي واحد النهار اللي غتندمي عليها اختي ولا خويا، يجي واحد النهار اللي غتقول كون بقى البارح، كون كان داك النهار. كنصحكم والله الطريق راه ما والو بنادم. شي حاله في الدريات اللي كانوا معك اثرت فيك بزاف وخلاتك ترجعي الاوراق ديال كامله؟ حالات اثروا فيا، ماشي غير حاله وحده ديال واحد الدريه مسكينه اللي باقا شابه، اللي عطاوها 30 عام ديال الحبس، كانت صاحبه مع واحد وكتريح معاه في الدار، كيعيط لها كتجي تريح معاه، وادي واحد النهار تصاحبت مع واحد اخر وتفارقت معاه، هو مشاش تلقى ليهم بجوج، خطفهم وسد عليهم وقردوا قدامها وهي كتشوف، جابها معاه للحبس، طوى 30 عام ديال الحبس، مسكينه دايره النقد والابرام. والله تشوفها خويا شنقول لك، الشباب كيضيع، تشوفها تقول الدريه ماشي ديال الحبس، ديال الطاليان ولا باقا صغيره، وشنقول لك عندها 26 عام. بغيتي تغيري الوقت درتي قناه هي طمعوا فيها وداو في التيك توك؟ لا درت تيك توك، داو ليا اللي فيه 5000 كا، طمعوا ليا فيه وداو ليا. علاش؟ كيدعموني، كنتلقى داك اللايف كيصيفطوا لي دوك الهدايات اللي دايره 500 ريال اللي دايره 400، كنتخلص بهم على وليداتي. فهمتي كن تقدا بها خضيره، كن حقاش المدخول ديال راجلي على قد الحال كما قلت، يلا كيخلص به الكرا والضو والماء. درت تيك توك داو، درت قناه ما بغاوش يدعموها ليا، كيبقاو بنادم يجبد ليا الماضي ديالي، انت شفاره فتي شفرتي ليا واحد البسطام درتي ليا، وانا راه انا قولي الناس اللي شفرتي لهم بسطام، كنقول لهم اللي شفرتي ليها، كنقول لهم الله وكيسمح، حقاش انا ماشي بذنبي، انا ما كنتش كنلبس بيهم ولا كندور بيهم، انا كنت كنعيش بيهم دارنا، انا الوضعيه اللي كنت فيها هي اللي خرجتني لهداك الشيء. انا كان اكون فقت ولقيت امي كطيب لي الفطور وكتصيفطني للمدرسه ومهلية فيا وكنلقى حوايج مصابني، ما نخرجش لداك الطريق، انا نحليت عيني لقيتها الله سبحانه وتعالى، انا ما جبتهاش ما كنتش كناكلها، وكنوكل معايا تخوتي. عندك شي قناة دابا؟ عندي قناة دابا، رانا تزوجت ودرت وليداتي وعفى عليا الله وبعدت من هذيك الطريق، وهاد المنتف راه ما عرفتش
قسموا عليا الله، كنحمد الله وكنشكرو. المؤمن مصاب. داكشي اللي كاين اخويا. شنو فكرتي اللي خلاك تبكي؟ تفكرت الدور اوف اللي دزت منا، فكرت المعاناة اللي عانيت منا ودزت منا، ابار الزواج وابار هاد الحبس اللي مع دارنا بزاف والله. اش انا من صغري وانا كنتكرفس وباقا كنتكرفس، ودابا كنتكرفس على وليداتي بالحلال. معوضهم الحمد لله راهم بخير، عايشين بخير الحمد لله، جا معاهم ستراهم من فضل الله. نعم بالله. عندك شي قناه سميتها بغيتي تقولها؟ القناه ديالي هي عايشه مالك، دخلوا تابونا ومرحبا بكم، دعموا لي القناه، كنخدم على وليداتي، باغا نشوف وليداتي ما احسن، وباغا نعيشهم حلال، ما بغيتش نعيشهم حرام. راكون بغيت لهم الحرام راه ساهل باش نخرج نجيبه، ولكن انا بغيت نعيشهم حلال. تعاونوا معايا، دعموا لي القناه اللي هي عايشه مالك، دعموا لي التيك توك اللي هو تا هو عايشه مالك، مرحبا بكم. الكبير يقول للصغير خوتي المغاربه داخل الوطن راكم عزاز عليا، ولا ما وقفتوش معايا نتوما راه سوا عندك زوينه ما كديري لا تفاهه لا والو، داكشي زوين كتعاودي القصص ديالك داخل السجن. كنطيب معاهم، عاودت لهم كاع القصص اللي عشتهم وسط السجن، عاودتهم وحطيتهم في الفيديوهات في القناه ديالي. اللي بغى يدخل يتابعني ويتابونا ويدير كومونتير زوين، الله يكبر بكم خوتي المغاربه. هي عايشه مالك، مرحبا بكم خوتي، الا تعاونتوا معايا ما كتعاونوش معايا انا، كتعاونوا ليا مع وليداتي. شكرا اختي عائشه، الله يحفظك خويا. امين يا رب. الحمد لله الانسان انه كيعصار بدا ندير وجه مكشوف. الحمد لله. انا غلطت. غلطت. ماشي غلط لان كنت عايشه هذاك وبغيت ندير هذا الشيء، راه كانوا خوت ما كانوا ما لقاو ما كان كانت السن، راه بنادم من عنده 10 سنين وخرج يشفر راه ماشي. وتا المهمه ملي ما كتكونش حداك راه صافي، كتفقدي الامل في الحياه كامله. المهمه المسلمين كاملين. امين الله يطول في عمرهم وتهلاو في ولاديكم. عايشه مالك يا عايشه مالك، والقناه هي عايشه مالك، مرحبا بكم اخوتي تابونا، والله يسهل.